هاي. مرحبا بكم في هذا العرض الإخباري على 100.6 FM. يلا. أمين جارة يدعو لعودة حظر الجولان ومنع الحفلات رأس السنة والنقابة ترد. ماذا قالك أمين جارة يحب خاطر الدماء طايح على يامات يحب يحط الناس في ديارها باش يتفرجوا فيه. مير الهمامي رئيس النقابة يرد يقول صح عليك، عندك ميكرو وعندك المباشر عندك كاميرا تعمل اللي تحب عليه. والله طارق انا ما نجمش نعطيك رأي خاطرني مانيش من اهل الذكر ولا اهل الاختصاص، ما نجمش نقول يعملوا ولا ما يعملوش كوفر فو. وحتى امين جارة زاد ما عندوش حق يقول يعملوا ولا ما يعملوش كوفر فو، ومش قال اعملوا فرضا، قال رأي. مش ما رأي يعني وزارة يعني الصحة، وزارة الصحة واللي لاهين بالكوفيد يعرفوش عنهم ارقام وهيسكو نعملوا ولا وزكريا بوغيل زكريا ما نسمعوه. اي اما انت مروان حفلات راس العام ماذا بيك من عام ولا ليه؟ اكيد ليه، نحب تسير ونحب الفنانين يخدموا ونحب يدخلوا فلوس ونحب نخرجوا نبدلوا جو كما تعرف. انت العجيمي ماذا بيك من عام الحفلات ولا رحم بوك مروان رحم ولديك ديما دافع علينا الفنانين هذوما. ايه احنا جماعه الريفيو هذوما المواطنين. بلال العربي كملوا. الخبر الموالي نذهب الى الامارات، تقلص ايام العمل إلى 4.5 أيام، وذلك بسبب الشوك الذي كلوها الإمارات لأن خسرت ضد تونس ناس كل عدات كونجي مالدي. لا لا لا، الإمارات تغير أوقات العمل، أول دولة في العالم تولي 4.5 أيام العمل نتاعها الرسمي، والويكاند نتاعها ما عادش جمعة وسبت ولا سبت واحد. طارق نجاحات كبيرة برشا اللي قاعدة تصير في الإمارات وفي قطر ولا بالرسمي، معناتها الانفستيسمون اللي عملوه في البترول والدول العظمى وقوية برشا. والله كي العظيم معناها مرة أخرى نقرأ في ارتيكل على الإمارات وقطر، قالك حتى كيوفة جملة معناتها البترول ما عادش فما بترول ينجم يقعدوا يعيشوا بنفس النيفو هذا أو أكثر حتى ال 200 و 300 سنة القدام. قدام أي. دونك أخويا استراتيجية راهو على قد ما تزيد تنقص معناتها في السويع نتاع الخدمه نتاع العبيد على قد ما تنجم تحيي دي مارشي اخرين معناتها. واحنا اليوم ليده في صراع، شنو هي؟ شنو هي الصراع؟ صراع النفط والبترول اي والبطاله والبطاله. احمد العجيمي عندك تعليق على 4.5؟ والله صح عليهم طارق، قسما بالله صح عليهم. انت ديجا نخدم 40 برك في ثلاث اربع خميس هون اخي جو شنو اخي، ما نخدمش كيف ريا فامن. انا نجم ثم جمعه سبت حد نقعد نحضر ريا فام. انا اونجاجي طارق اونجاجي. والله احنا الدوله التونسيه ماذا بها زدنا النهار الثامن باش نخدم. شكرا شكرا. يلا كمل لكم كامل فريق طارق الحناشي. نذهب الى مدينه الصين جنوب فرنسا. 1500 دولار جنوب فرنسا. نعم دبر عليا. مدينه الصين جنوب باكستان 1500 دولار لكل مصاب بفيروس كورونا. عفوا وعافاكم الله، قالك تونس عملتها ناس كل 1500 في 2 يعني 3,500,000 برشا كشاك باش تحلوا ديسونساك على عجلة. نصلحوا الأخبار. مدينة هربين الصينية دفع 1500 دولار أي شخص يصاب بالكورونا أما يمشي هو يعلن لأنه رجعت شوية موجة جديدة حاس فما إمارات والأوميكرون. لا 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 إمارات هم باش يفرقوا الفلوس. لا لا الصين فقط. باهي أحمد العجيمي 1500 دولار تشجيع باش أنه تقول راني مريض ما تخبيش. أنا مريض طار. أنت مريض بالحق. صب معناها واحد معناها واحد يولي مرض روحه عندك. والله في تونس كل شيء يتحايلوا عليه طارق هذاك اللي يعملوها الكلها تمشي باش مريض انت. شنو هي باش مريض؟ باش مريض شنو الحاجه اللي مريض بها؟ كورونا. كورونا انت تو مريض بالكورونا. اعطيني 1500 بلا العريب. نختم بالخبر الاخير خبر عاجل. نختمو دبر علي عاد. نختم بالخبر العاجل فيم عاجل تحذير عاجل للمواطنين بعدم الخروج من منازلهم. ما نعرفش علاش شوفوا مع الحناشي. في مصر تحذير عاجل بعدم الخروج من المنازل بسبب عاصفة ترابية قادمة للبلاد. إن شاء الله ربي يسترهم وربي يحمي مصر أم الدنيا.